وهذا هو لبيسين في الليل كي باش يكون فيه الاضواء. المهم اخوتي الفيديو ندير المونتاج غير اللي فيه الصداع وحقوق طبعا النشر حسب الموسيقى، ونخلي اللي ما فيهش صداع نخليه كما هو. هاي سمي دخل عليهم راح اشخط وش ادعوهم شنو هو؟ اه هذا الربع ديال هذا ماشي مشكل ما باعتش. سامية شنو لقيت؟ رشا شوف واش عندك شدناها بشي كشايف شو كتلقى هذا بخيلة تجي ايا تشوفها اه شوف شوف قاع بسرعة عطوها خبيزة تاكل شتي شوف سبحان الله قرب لنا فم باش كدير لا خليها لا سبحان الله زعما السلام عليكم خوتي وخواتاتي كي دايرين مزيان صحة لاباس نتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير لاول مره غادي تدخلوا شوفوا قناه سامي الزوبي قولوا مرحبا والف مرحبا ما تنساش تابونا معايا باش يبقى يجيك كل جديد واللي معنا قولوا مرحبا بكم اخوتي صغارا كبارا رجالا نساء مرحبا بنا الشداد وما نساوش الناس قدمتم الخير والبركه. المهم النهار اخوتي النهار الاول ديال البحر ديال الدراري المهم انتم تشوفوا فين ساكنين راني اللي بغا يشوف التفاصيل فين ساكنه بالضبط يرجع معايا الفيديو مقبل هذا ان شاء الله ويشوف الفيديو في المهم الاوطيل اللي بغا يسكن تما مره اخرى ان شاء الله اللي مالا انتم تشوفوا هذا هو الشارع الكبير ديال مارتيل هنا في هاد فكان هكا على يدنا اليمين هنا كاين اوطيلات ولا يدنا ديال الشمال فكان هكا شجر دشي تما كاين معرض او لافوار واش نقولو وهاش نتوما تشوفوا الرامبون راه ما نمشيو حتى الرامبون وقلبو ونمشيو نحطو انستاليو تما الطوموبيل ان شاء الله ونمشيو البحر النهار الجو بارد اصلا الحمد لله بروده واخا هكاك الجو زوين زعما واخا البروده ماشي كاينش الموج ديال البحر بحر هادئ ان شاء الله. المهم غندير لكم هكا لقطات خفيفة ظريفة لأن صورت معكم هكا لابلاج ديال مارتيل وصورت معكم ديال كابونيكرو دايما نقولوها الناس اللي عاد دخلوا جداد رجعوا لنا الفيديوهات قدام يشوفوهم دعم الأول ويشوفوا الأوطيل اللي مشينا ليلو شوفوا مهم شوف اللي بغا يكتشف الحاجة اللي مالا وهادشي اللي كاين أخوتي أنتم تشوفوا هذا ملعب القرب هنا اللي قدام لافوار غنجيبو هكا الدورة وندخلو من هنا هذا هو البارك هانتوما تشوفو بهاد الطريقة هكا دار راج اختي وصافي دخلنا ها هانتوما تشوفو البارك كبير قدام لافوار نصطالينا الطونوبيل هنا الصراحة دايما هو يصطالي انا ما اخليهاش برا لان قدام الشارع نتو زهرة بعض مرة يكون يخليهم يصطالو بعض مرة صافي يجو يعبدوهم تباناج. هذا هو المعرض وخا العام المعرض ماشي كبير بزاف صراحة الله ورا الديار في سكني حنا فهاد الطرافة في سكني حنا باش يبان لكم البحر قريب اللي بغا يشوف الفيديو من قبل هذا وصافي هاد اللحظة حنا ماشيين الدراري نوريكم الجو الريح شو اخوتي ما بغيتش نخلي الفيديو هكا كما هو لان الصداع ما يسمعش حتى حاجه كاش ريح غير من نوع تاع الباراسول الناس وكل واحد شاد الباراسول ديالو لان الا خليته اي طير واخا كاينين الناس واش اللي كاين اخوتي نوريكم هنا هنا في هذا الجبل هذا كان ناضت العافيه وعاد جاو الطومبيا المهم نقول البارح اموت لكم اخوتي وانا انجي نصور
ونجي المونطي والله ما نقولكمش نوصلوا ندخلوا الدار حتى ديك جوج ثلاثه صافي هم مسهوته. ايوا ما شاء الله. هانتوما تشوفوا اخوتي شو هالبلاصه، هاد الجبل هذا كان خضار ديال كابونيغرو، دابا مع ناض في العافيه رجع كحل. الله يكون معانا هذا المكان. واش اللي كان اخوتي يشوف الباراسوت كي دايرين هادو ديال الناس اللي تم مختصين بالباراسوت. نوريكم هنا شتي بقوه الريح الرمله دايره بحال المواج ديال البحر. كنتكم دايرين لهم مشدينهم وشدينهم بالحبل، لان الا ما شدتمش بالحبل راه يطرلك. حتى حنا داكشي اللي كيمشينا ودرنا سلمى جلستنا في الكرسي باش شدنا فراسو في الكرسي، لان لا نضو سيأثر كلشي. وهانتوما معايا، نتمنى الفيديو يعجبكم، لا يعجبكم بارطاجيو معايا للاهل والاصحاب والاحباب. هاي تمي دخل اليوم هاش وش ادعوهم سير شدهم شنو هو؟ واحد الربع ديال هذا ماشي مشكل ما بعدش. صافي كتسفق رشا شوف واش عندنا شدناها بشي كشايف عندها بخيلة تجي ايا تشوفها عطوها خبيزة داكل شتي شوف سبحان الله قرب لنا فهم باش كدير هنا غنخليها لها سبحان الله زعما غتهرب انا صافي حشمي هرب من هذاك صافي اخوتي عمرنا غير شويه لان الدراري يدخلوا يعوموا في لبيسين وعاد يمشيو ينوضوا في الصباح يدخلونا في لبيسين وعاد مشينا البحر وهي هذيك عارف كتعرفوا خصها تجي عاوتاني تدوشو او تتغدى عاوتاني تكا واحد شويه عاوتاني نخرج وهذا هو الروتين ديالنا ضروري كتعرفوا بنادم يجلس سيمانه 10 ايام المهم سيمانه ضروري فوق سيمانه عاد يفكر واش يزيد ما يزيد شي ويبقى خص ضروري خصها تمشي للبحر وتخرج ودير كلشي بدقه واحده. صراحه الله تقيم يكون زوين ولكن فيه شويه تعب مع الدراري مع كنمشي وتجي وهذا يعني بنادم ما يرتاحش دون في الصباح يعومون في لابيسين نخليهم ما كينشفوا شويه او بعض المرات الليله ندوهم فازق نديروا لهم غير الفوطه ونعبيهم للبحر لانهم باغيين البحر ولابيسين دقه واحده الدراري يستنصر الله يعاون عليهم والله يفرح كل واحد عبي وليدات وساريهم كيبغى داكشي اللي كاين اخوتي تخيم كقول له ضروري صراحة الله واحد السيمانه في العام ماشي مشكل يعبي خرج وليدات وشوفوا بعينو واش اللي كاين الله يسهل لك كل واحد وسهل لأمة سيدنا محمد. دابا حنا راجعين للدار
باش هي هادي تغدينا، ندوشو الدراري ندوشو بالنوبة تغدينا وضربناها بنعسة. المهم نعسة ما نعش بصراحة الله بزاف، كده نعس ساعة نص ساعة وصافي نخرجو. وراو تاني هي هادي هبقى الدور تأجي بك الوحدة جوج ثلاثة بنادم عاد يدخل، وهي ما جيت تتعشى عاوتاني او يصحو هذا نتكاو. ايوا هادشي اللي كاين اخوتي، انتما تشوفون هادي وريتكم الدار هنا، قلتكم راني وريتكم بالتفاصيل اللي بغى الاوطيل، هي اوطيل اللي بغى يشوفو يرجع الفيديو من قبل هذا ان شاء الله باذن الله. انا نوريكم عن قرب، هو هذا سطالينا الطونوبيل تما، وهذه هي دبر اوطيل. سامية جات عيانة وطلع على الدم وخصها في لبيسين، جات من بحر وخصها في لبيسين، وهذا لبيسين في الليل ما يخلوش الناس يوسو تما، صافي يشعلوا فيها الأضواء هكا. إيوا هادشي اللي كاين أخوتي، نتمنى إن شاء الله الفيديو يعجبكم، ولا عجبكم بارطاجيو لنا بالأهل والأصحاب والأحباب، ما تنساوناش باللايك كتر أخوتي، وزيدونا في لي زابوني. واش اللي كاين انتم تشوفوا اللوينات اللي فيه، هذاك ما يجلس حتى واحد صافي يخليهم شي يجلسوا. وهالشي اللي كاين يا الله اختي، مع الفيديو المقبل ان شاء الله باذن واحد الاحد. مع السلامه.